السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تبارك الله عليكم إخواني وأخواتي متابعي قناة تربية الغنم في شمال إسبانيا أبو علي، حياكم الله أينما كنتم، تحياتي للجميع. نتمنى من الله تكونوا بألف خير الإخوان، وأشكركم جزيل الشكر على التشجيع ديالكم والدعم ديالكم المتواصل لهذه القناة المتواضعة ولهذا العبد المتواضع، بارك الله في الجميع. وسامحونا الإخوان ما بقيناش تواصلنا معكم، مشينا زرنا البلاد وزرنا الوالدين والأحباب والخوت. وتحية كبيرة من هنا الأخ ديالي رشيد أبو قطايا، تحية ليه من هنا حتى القنيطرة، تحية للعائلة ديالو كبيرة بزاف بزاف بزاف. وكنقول ليه شكرا لك أخي العزيز على الضيافة الجميلة، وبارك الله فيك وبارك الله في الجميع. وتحية كاع الإخوان اللي هما تواصلوا معايا وعرضوا عليا وما كانش الوقت باش مشيت عندهم، تحياتي لهم كبيرة من القلب. وإن شاء الله بحول الله المرة الجاية من يكون عندنا الوقت إن شاء الله غادي نحاول نشوف كل شيء إن شاء الله بحول الله على قدر المستطاع، لأن راكم عارفين الإخوان هبط عير، كانت عندي عير واحد 12 يوم، هبطت مزروب وجيت مزروب لعند البهيم، راكم عارفين مولين البهيم ما عندناش الوقت. وكذلك ومثال القلب كيبقى متعلق بالماشية، سبحان الله العظيم تبارك الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كذلك ومثال كنشكر الإخوان كاملين اللي كيخليو التعاليق تمايا واللي كيدعيو معنا لوجه الله واللي كيحبونا لوجه الله بلا مقابل. كنبغي نقول لهم شكرا لكم الإخوان بزاف وتحياتي لكم كاملين. تبارك الله خرجت الغنم دابا تاكل شوية وأنا نلقى الماء، سبحان الله العظيم. والماء بدا كيتقادى شوية يا وأنا نلقى هنايا الماء، حليت واحد البوطة كبيرة، هو يخرج الماء تبارك الله. وانا نقول الحمد لله هذه مردات الوالدين، لان راكم عارفين دابا الصيف والشتاء ما بقات الصباط من شحال هذه، وهذوك الغديرات اللي كيكون فيهم الماء بداو كيوكحوا من الماء. والحمد لله ردات الوالدين، قلت ارا نجرب نشوف واش كاين شي ما هنايا، مع الحله حليت اخرج الماء تبارك الله ما نعاودش لكم. والغنم ها هي كتولد تبارك الله، هذه راه الغنم الضاره ان شاء الله بحول الله، راه ما بقاش ليها بزاف وغاديه تبدا تولد ان شاء الله بحول الله. وحنا غاديين مع الوقت الاخوان، ما تنساوناش من الدعاء، الله يجازيكم بالخير، لان الدعاء ديالكم هو اللي كيوقف معنا بزاف، ما تنساوناش من الدعاء، جزاكم الله خيرا عنا. وحنا غاديين بشويه بشويه الحمد لله. هادشي راه صعيب، البدايه راها صعيبه بزاف، صعيبه بزاف بزاف. الانسان مني كيبغي يبدا راه كيبقى يخمم 100,000 تخميمه، ومني كيبدا عاوتاني كيتكرفس الانسان. ولكن الحمد لله راه حنا غاديين بشويه بشويه، وربي راه واقف معنا ان شاء الله بحول الله. والدعوات ديال الاخوان ديالنا كذلك ومثال، والدعوات ديال الوالده ديالي الله يطول لها في العمر، تحيه لام السعديه، تحيه لك الوالده، وتهلاي ليا في ولدي علي، اني جيت وخليت الكبده تمايا، الله يسمح لنا من الوالدين. تحيه لامي من هذا المنبر، تهلاي ليا في ولدي، تحياتي لك الوالده. وتحيه للزوجه ديالي كبيره حتى هي، تحيه للزوجه ديالي بزاف بزاف، كبيره كبيره قداشنا هي. والبهايم الحمد لله راهم بخير وعلى خير، نقصات الماكله شويه يا نتمنوا من الله يحصدوا هذه السيمانه هذه، لان تواصلوا معايا الناس هنايا موالين البلادات، قال لك اودي راه غادي يحصدوا اما غدا ولا الاثنين ان شاء الله بحول الله. نتمنوا من الله يحصدوا باش كذلك ومثال الغنم تشبع وتنعم، لان الغنم الضاره كتبغي الماكله. وكذلك ومثال الماكله كلها راها نشفات، الا شي بلايص بعض البلايصات اللي راهما فيهم شويه ديال الماء راه باقين خضرين، ولكن كل شيء راه نشف. ولكن الحمد لله ربي راه معانا وواقف معانا وميسر لنا الامور، كنحمد الله وكنشكره على النعمه ديالو وعلى الخير ديالو وعلى الصحه. اهم شيء في الحياه ديال الانسان هي الصحه، اهم شيء هي الصحه، اما كل شيء كيجي من بعد بشويه بشويه تدريجيا، ولكن الصحه هي اهم شيء في حياه الانسان. شكرا لكم بزاف الاخوان، تحياتي لكم جميعا، وشكرا لكم بزاف على التشجيع ديالكم، وراني محتاج الدعاء ديالكم بزاف بزاف. الدعاء ديالكم بارك الله فيكم، والتشجيع راني عارف بلا ما نقول لكم، تحياتي لكم وبارك الله فيكم جميعا. تبارك الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، سبحان الله العظيم. رضات الوالدين ولله الحمد، لقيت المهد الغنم سبحان الله العظيم، هذيك راها خاسره ولكن سبحان الله العظيم جريت لها هذيك، جريت لها هذاك الحصار وهو يدوز الماء قوي. وانا نقول الحمد لله ولله الحمد،
على الاقل بعدا هنا راه كاين الماء العام كامل هنايا، راه ما كيتقطعش الماء لان هذا جاي من الواد الكبير. هذا الماء هذا راه كيفرقوا على البلادات، ولكن هذه البلاد هذه مهجوره العالم الله، شحال من عام هذا ما حرثوها، والحمد لله هذاك واخا خاسر بعدا راه كاين الماء تمايا نقدر نحل ليها ونسد ليها، هذه نعمه من الله. اللهم دوم علينا النعمه يا رب العالمين، اللهم ارزق بلادنا الخير وكل بلاد المسلمين، لان البلاد محتاجه الشتاء والماء قل والناس تكرفسات والزيتون مات ولان لا ما كانش الماء راه ما كاين حياه، الحياه بدون ماء لا توجد حياه، والحمد لله هنا الماء راه موجود ولله الحمد، الخير راه موجود تبارك الله، وهذه نعمه من الله. هنايا ان شاء الله غادي نبقى نوردهم الصيف كامل ان شاء الله بحول الله. هذه راها الغلم الضاره راها قليله هنا شويه، كاينه شي 500 ولا غير وردات مشكينه وتسرحات كتاكل، شوفوا سبحان الله العظيم، لان كان خاصه الماء تبارك الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم صل على الحبيب. هذا الماء هذا الاخوان راه ديال الواد الكبير باش كيسقيو البلادات، وهذه راها خاسره ولكن الحمد لله راه عند هذاك الحصار ديالها كانوا سادين وجريته هو يخرج الماء، قلت الحمد لله ولله الحمد هذا من فضل الله. نوريكم الرويو ديالي راه بدا كيكبر تبارك الله. رويو بناكي بوين تشيكو، الكلاب ما كينساوش مواليهم الاخوان. الكوري راه هوايا اخاوي دابا ما فيه والو لان الغنم مازال ما بداش تولد، قريبه ان شاء الله بحول الله. تبارك الله تبارك الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك، اللهم صل على الحبيب، اللهم صل على سيدنا محمد، نعمه من الله والله الا نعمه، نعمه من الله نعمه. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمته الكريمة، الحمد لله نحمد الله ونشكره على النعمة ديالو. الغنم مشات غبرات تمايا، الغنم في الصيف راه كتبغي الماء أكثر من الأكل، غير هو يا حاولوا تحضيو الغنم بزاف الإخوان في الصيف راه تضعف لكم، تبقاو تعطيوها غير الماء وما تعطيوهاش الماكلة تبقى تورد لكم غير الماء بزاف وما تاكلش، حاولوا تعطيو الماء وكذلك ومثال تعطيو الأكل، الاكل راه مهم بالنسبه للغنم وبالاخص اللي كتكون ضاره، الا ما كلاتش راه تكرفص، الاكل راه مهم. تبارك الله عليكم اخوتي وتحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.